بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم غادي ندير واحد الطريقة سهلة ديال البطاطا اللي كتجينا لذيذة. غادي ناخدو البطاطا نقشروها وغادي نقطعوها مربعات، غادي نديرها في الماء ونزيد عليها ملعقة كبيرة الخل. غادي نوجدو التوابل جانبا، هنا عندي ملعقة كبيرة ديال القزبور يابس، ملعقة صغيرة الملح، تقريبا نصف كاس او ربع كاس ديال زيت الزيتون، جوج معالق ديال المعدنوس، ملعقة صغيرة ديال الهريسة. غادي نخلطو هاد العناصر مزيان وغادي نكبوهم على البطاطا او البطاطس ونخلطوها مزيان، وغادي نديرو لاطة الفرن. نتسخن الفران مزيان ودرنا هاد البطاطا الطيب، كتجينا بنينة بزاف بهاد التتبيلة. جربوها وانا متاكده تعجبكم. الى الملتقى ان شاء الله.